صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. نهار جديد بيطل علينا، مواجهات جديده اكيد وتحديات جديده دائما وقلق على المستقبل. بتامل انه ما يكون عم بيعوقنا عن الحاضر وما نكون عم نخلي لحظاتنا تمرق بس بالقلق، مع انه شغله كثير صعبه انه الواحد يكون عنده اراده ويقدر يسيطر على حاله مع كل شيء عم بيصير حوالينا ومع كل الاجواء المتشنجه الموجوده من قريب ومن بعيد كمان. بتامل بكل الاحوال نهار ممتع ومميز لكم شو ما كانت مشاريعكم لليوم. اكيد نحن رح نكون عم نتابع تباعا مع فريق الاخبار، ان كان اخبار الانتخابات النيابيه او اخبار الضربه على سوريا، و بتأمل أنه كل شيء يكون للخير، ما يكون في شيء اليوم كمان أخبار مش حلوة. مواضيعنا عديدة لليوم بـ MTV Live، أكيد رح نبديها بعد لحظات نحن وياكم، خليكم معنا.